بسم الله. برنامج اسمه سكلا سيت، برنامج ممتاز ان انت تقدر تشوف منه ملفات الاي اف سي او ملفات الدي دبليو جي او السكتش اب. هو برنامج مجاني، بتقول له اوبن وتبدا تختار الملفات. هتلاقي ان هو مديك مجموعه كبيره من الملفات، التي بي بي والاي اف سي والاي اف سي اكس ام ال والدي جي ان والدبليو جي والاي جي اس والسكتش اب والاوتوكاد. فتقدر تشتغل دي، تفتح الحاجة عشان تراجعها. ومن سيتنج هنا هتلاقي ان هو بيقول لك انت عايز الانترفيس بتاعتك نورمال ولا تابلت. تمام، بتلاقي في اختلاف بسيط على اساس ان التابلت المسافة بتاعته مختلفة. اللانجوج انت عايزها ايه، النافيجيتور نافيجيشن كنترول بوتوم اللي هي بتبقى موجودة هنا عايز تظهر ولا لا. فخلينا نفتح مشروع اهوت، ده دول النافيجيشن بار اللي هما هيظهروا ويختفوا. هنا الوحدات، هل انت عايزهم كلهم بالمتريك ولا عايز حاجات بالمتريك وحاجات بالانش، تقدر تختار منها. تمام، طيب انا عايز ابدا الف المبنى، فممكن اعمل عليه زوم بالشكل دوت. لو انت عايز تلفه ممكن بالشكل دوت. ممكن تلفه كده. تمام، تقدر برضو تعمل موف لو انت عايز، تقدر تعمل اوربت، تقدر تعمل زوم تقرب وتبعد منه. تمام، وده بيساعدك ان انت تعمل سيلكت لبعض العناصر بالشكل دوت. وبعد كده ممكن تقول له عايز اشوفهم او اشوفهمش. وهنا دي كل الملفات الموجودة، معماري وانشائي وكهروميكانيكال وفونديشن، تقدر تلف اي واحد فيهم. تمام، خلينا نلف مثلا معماري عشان تحس الفرق. هتلاقي بس الهيكل الخرسانة هو اللي ظاهر، او الهيكل العظمي اللي هو احنا نعتبره جسم انسان. هنا تقدر تقول له الحاجة اللي انا عاملها سيلكت دي عايز اعملها موف، تحدد موف قد ايه، او روتيت او الاين. ومن الجزء هنا تقدر تضيف ملفات جديدة لو انت عايز ملف يضيف للشغل. هنا تقدر تحط قاعدة كلاشات، ان هو الكلاش مثلا بين الانشائي والمعماري او الانشائي والام اي بي. تقدر تدوس هنا يبدأ يفحص ويجيب لك الكلاشات، وتقدر تشوف الكلاشات موجودة فين. بس عليه مرتين يبدأ يعمل زوم على الاماكن الكلاش. ومن هنا تقدر تعمل درجة من انواع الشفافية على اساس تشوف الشغل ماشي ازاي، وتقدر تشوف المبنى كله او ترجع تشوف المكان اللي انت عايزه. وهنا لو في كلاش، هل الكلاش ده جديد ولا اتحل ولا خلاص في حد شغال عليه. وهنا نوتس، في ناس بتبقى كاتبة نوتس. تمام، وعليكم مثلا دوت، ده في المكان الفلاني في حد كاتب النوتس ديت. تقدر تشيرها، تبعتها ايميل، تحفظها، تعمل لها امبورت. هنا دي العناصر الموجودة في قلب المبنى، تقدر حد مثلا عايز البيم. تمام، او عايز ديت او عايز ديت، ده من الحاجات اللي انت عايزها. نوتس كونفليكت دوكيومنتيشن، دي ملفات مثلا صور. تمام، انت ربط العنصر بصورة معينة بحيث ان انت تقدر ترجع لها. وهنا دي بعض ال وانت شغال ممكن مثلا في لقطة معينة عايز تبقى ترجعها مع حد، تقدر تختارها وتقدر تضيف حاجة جديدة. مثلا لو انت واقف عند لقطة معينة تقدر تقول له زود، فيبدأ هو زودها لك اهيت، بحيث في أي وقت تدوس عليها مرتين تروح للمشهد دوت. فده بيوفر لك وقت كتير. وبعد كده تبدأ بقى تكتب الملحوظات بتاعتك هنا اهو. مثلا عندي دايمنشن من هنا لهنا قد ايه. تمام، طب تكتب بقى الملحوظة بتاعتك، اعتبر انا بكتب. وده تقدر تكتب بقى النص هنا ات كرنت فيو. تمام، لو انت عايز تحط تاج كريتيكال مثلا سيف، يبقى انت كده هتبعت بقى الملحوظه دي لاي شخص معين، تبعته ايميل، تبعته ملف كذا، بحيث ان هو يشوف المشكله دي حلها ايه. هو برنامج ممتاز مجاني، تقدر تشتغل عليه بكل سهوله.